إن شاء الله. الحاجة اللي ما كانتش موجودة في أحمد نبيل كوكا وبقت موجودة بعد لما اتعامل مع مستر بيتسو موسيماني، أو حاجة أضافها ليه؟ هو مستر بيتسو بصراحة اتكلم معايا في حاجات كتير جدا من أول ما طلعت، هو كذا حاجة بصراحة اتكلم معايا فيها، لأن أنا أول ما طلعت أنا ما فيش 15 يوم وشاركت أساسي في ماتش أبو قير في الكاس، فدي بصراحة حطت ثقة كبيرة فيا. بصراحة الراجل كان واثق فيا جدا، بيتكلم معايا في كل حاجة، كل تمرينة أول ما طلعت كان بيتكلم معايا، كان يقول لي خد الفيديو اتفرج اللي ناقصك ايه، زود دي، اعمل دي، وحاجات كتير جدا بصراحة. فأنا بشكره إن هو من سبب من أسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون موجود هنا، لأن أنا طلعت مع 12 لعيب، فالحمد لله إن أنا ربنا كرمني، وهو كان صراحة من أسباب إن أنا أكون موجود يعني في الفريق الأول واستمر، فأنا بشكره جدا يعني. هاخد من كلامك يعني بعد ما انت شاركت اساسي في كذا ماتش، يعني ماتشات مهمه جدا، وهو وضع الثقه دي فيك، قيمه الفريق الاول بالنسبه لك انت شايفها ازاي؟ اكيد حاجه كبيره جدا في الاول وفي الاخر انا حاسس بيها، لان انا موجود هنا. انا في الاول كنت مثلا في الناشئين او مشجع، اكيد حاسس بقيمه النادي الاهلي، لكن انت تكون موجود فيها لا، انا كنت في الناشئين مثلا ممكن تصرفاتي مختلفه، لما طلعت هنا اكيد لازم تخلي بالك من حاجات ممكن ما كنتش كنت واخد بالك منها، لا غيرت من حياتي 180 درجه هنا. الفريق الاول خليتني اخد من كل تفصيله في حياتي اركز فيها، لان لازم اكون شبههم هنا، انت تحت بتتعامل بحاجه وهنا بتتعامل بحاجه، لازم حياتك كلها تختلف 180 درجه، فبقيت اركز في كل تفصيله صغيره او كبيره بصراحه يعني. مين اول حد بلغك بقى ان انت تصعدت الفريق الاول؟ وعايز اعرف بقى يعني كان ايه، مثلا الفيس تو فيس ولا كانت مكالمه، ولا عايز اعرف بالظبط التفاصيل. يا قصه صغيره كده انا كنت مبسوط بيها، كان في الاول اول ما كابتن خالد بيبو مسكنا انا كنت بحبه جدا بصراحه، فانا نفسي اطلع الفريق الاول، فقلت له يا كابتن انا ايه مش هطلع الفريق الاول، انا عايز اطلع الدرجه الاولى مش عارف ايه. قال لي كنا في اول الموسم، قال لي اشتغل وان شاء الله ربنا يكرمك بس ده بشغلك. ففعلا انا بدانا الموسم واشتغلت كويس جدا وعملت موسم كويس، وكان كمان وقتها منتخب، كان عندنا منتخب في تونس، رحت المنتخب ظهرت بشكل كويس برضو. فبس بالليل جه في يوم كده بالليل لقيت برضو كابتن خالد بيبو بيتصل بيا قال لي انت بكره مع الفريق الاول، فدي بقى انا مكالمه مستنيها من وانا عندي 8 سنين يعني، انت 8 سنين خلاص 18 19 سنه كل ده بتشتغل عشان المكالمه دي، اللي هو انت هتطلع الفريق الاول هتتمرن فوق عشان تثبت نفسك بس. فدي كانت من اسعد المكالمات في حياتي بقى وفي بيتنا عامه يعني، وانا بصراحه انا بشكر كابتن خالد بيبو، لان مش انا بس، احنا اكيد كل مصر واخده بالها قطاع السنه دي عامل ازاي، وهنا كام لعيب اتصعد بال 12 13 لعيب كنا بنتصعد، فدي تحسب بصراحه لكل الناس اللي شغاله تحت، وانا بشكر كابتن خالد بيبو جدا بصراحه، اللي هو بيتيح لنا الفرصه ان كل الناس بتاخد فرصه هنا في الفريق الاول. طبعا يعني الغيره في اي مجال موجوده، يعني طبعا كل الناس برضو بيبقى نفسها في الناشئين ان هم يتصعدوا فريق اول. هل حسيت ان في حد اتضايق ان كوكا اتصعد فريق اول وهو لا مثلا، ولا بالنسبه لهم هم برضو بيعملوا اللي عليهم علشان يحصلوه؟ اكيد ما اظنش احنا في فرقتنا بالذات في 2001 كلنا بنحب بعض، ودي فرقه من اقوى الفرق في قطاع الناشئين على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، وده اللي منجحنا، احنا كنا بناخد الدوري من قبل ما يخلص بسبع اسابيع. اكيد كل واحد عايز يكون موجود هنا، لكن مش ده اللي يخليني ما احبش الخير لحد، في الاخر انت مش هتحب الخير ليه، ربنا عمره اكيد ما هيكرمك بس. فاحنا فرقتنا بصراحه تحت ما اظنش ان في حد في القطاع كده، لان انا كان قبلي ناس بيرضوا زمايلي اكيد لازم اتمنى لهم الخير، فربنا كرمني، فمش شايف ان مش في الكوره بس، مش شايف ان ده سبب معين يخليك تكره الخير لحد، ربنا مقسم الارزاق على كل الناس يعني بصراحه، انت رزقك مكتوب لك ايا كان بقى هو ايه، في الكوره في مجال تاني ملهاش علاقه، انت تتمنى الخير وقلبك ابيض كده وصافي، واكيد ربنا يكرمك ويعمل اللي عليك وسيبها على الله. ده انا بصراحه دي انا حاجه عايش بيها، اي حد ناجح انا بحس ان انا اللي ناجح، لان اكيد هو تعب، ربنا ما بيديش اي حد وخلاص، اكيد في سبب معين ان ربنا كرمه بسبب حاجه، بسببه بسبب اهله بسبب ان هو تعب ايا كان السبب ايه، فاكيد ربنا ليه حاجه معينه ان الشخص ده يكون ناجح.